آريا، ما حدا منكن غلط بشي أبداً. ماما سهيل، شكراً. يمكن لولاك ما بظن إنه كنت رجعت لأمي أبداً، وبنتي كانت ضلت وحيدة وما إلى حدا. يلا بنتي، خلينا نروح على البيت. يلا. شبكن؟ ليش كلكن عم تطلعوا فيني هيك؟ نسيتوا إنه هالبيت هو ملك بنتي وملك صهري كمان؟ يلا فيديكا، وإنت ياش، يلا امشوا. تعالي يلا. فيديكا، الحياة بدونك كانت أسوأ من الموت، بس صار شي منيح إنه نيدهي هلأ طلعت من حياتي للأبد. ما ضل هون حدا يمنعني إنه حبك. ما عندي حد لحبك مثل أيام زمان، وهلأ ما عاد حدا رح يتدخل بقصة حبنا فيديكا، بس في واحد يمكن احتاج مساعدته. أول شي بدي أقول أنا ممنون لكل اللي ساعدني لحتى ترجع فيديكا سالمة. سهيل، أنتي؟ أنا كمان كنت جاي لهون لنفس السبب تبعك. بالرغم من كل اللي صار معي، ما انضريت بشي ولا انصبت بأي أذى. تعرفي فيديكا أنه نحنا منفكر بنفس الشيء؟ أحلامنا أمنياتنا كمان نفسها، ومع هيك بتضلي تقولي إنه ما فينا نكون مع بعض وعم ترفضي. ليش؟ بدي أقول لك شغلة وحدة. أنا آسفة سهيل، أنا خدعتك بزواجك من نيدي. أنت خربت حياتك كلها بسببي. أنا آسفة. ما في داعي تعتذري مني على أي شيء. كمان أنا ما فيني ضلني بعيد عنك لفترة طويلة. معلش أسألك سؤال واحد، شو كان صار لو كنا بنفس العمر؟ كان حبك أكبر وفهمتيني أكتر، وفهمتي كمان مشاعري وعواطفي وكمان عقلي بشكل أفضل من هيك؟ يعني أنت بتعرفيني أكتر من حالي فيديكا. برأيك شو اللي رح يكون مختلف؟ كيف بيشوفنا العالم مو مهم فيديكا بالمرة؟ إجا الوقت لحتى تقبلي حبي بغض النظر قديشك أكبر مني. قد ما أنت قلتي لا، بس سهيل مستعد ينتظرك طول العمر فيديكا، ماشي؟ مو بس هلأ، صدقيني أنا مستعد انتظرك للأبد. بس أنا عملت الوراق المطلوبة، في كمان كم ورقة ناقصهم شوية معلومات، وبدهم شوية لك أي نوع من المحامين أنت؟ حاول تطلعني من هون فوراً كاران. أنا هون تنفس ما عم بقدر أتنفس. أنا عم حاول طالعك. لا تحاول، عم قلك طالعني من هون. فهمني كاران، لا تخليني أتخلص من الجنين. اسكتي نيدهي، حاجة بقى تهدديني كل مرة بالجنين. أنا عم حاول بس لا بقى تهدديني بالجنين، فهمتي؟ أنت كتير مهتم بالجنين؟ إذا هيك فعلاً طالع أمه من هون بأقرب وقت، عم تفهم علي؟ روح روح من هون. أنا متأكدة إنه كاران رح يعمل كل المطلوب مشان يطالعني، وما رح أرحمهم لساهيل وفيديكا. بس أنا أطلع من هون ورح أفرق بيناتهم وأعمل لهم مشكلة كبيرة كمان.
وبعد ما رح يكون في بينهم غير العداوة. أنتي أسوأ وحدة عرفتها بحياتي. كنتي عم تحاولي تحطيني قدام سعيل وتحسني صورتك. شوفي وين صرتي هلا؟ دوري على شاب يناسبك وتزوجيه، لأنه أنتي ما في مجال غير تكوني سيئة. لا تحلمي إنك تكبري، هالشي رح يكون بعيد عن عيونك. بعرف إنك عم تدوري على طريقة لتدمري حياة سهيل وفيتيكا، لأنك ما رح تنسي هاي الفكرة. حاجبة أصار لازم توقفي، بس اعملي شغلة منيحة، خلي العالم تسامحك وتنسى يلي عملتيه. أنا بنصحك توكلي محامي، لأنه جريمتك كبيرة. فيكي تروحي من وشي؟ حاجة بقى تعملي حالك وحدة شاطرة وفهمانة، أنت بالأصل وحدة ما حدا بيحبها. ما في مشكلة، أنا رايحة هلأ، بس قبل ما أروح لازم أعطيكي شغلة ضرورية. حلو. شو رح تعطيني؟ على فكرة هي كرمال مرة سيئة مثلك، هي هدية تشاملي الخاصة. هلأ صرت بروح بهنيكي بهالمكان. كله بسبب سهيل وفيديكا، هدلون أنا ما رح أرحمهم أبداً. رح أنزعلهم عيشتهم كلها بس أطلع منهم. ليش ماما؟ ليش عم تعذب؟ هاش تبكي بنتي؟ ما بعرف لسه شو اللي رح تمرقي فيه يا روحي انتي. بيملا، معقول يكون في سوء تفاهم؟ لا، هي بتستاهل أكتر، كانت على تواصل مع زوجي لهيك بتستاهل العقاب. سكتي بقى براشي، سكتي بقى. أنا ماني خايفة عليكم هلأ. أتساهيل عم تبكي على المشاكل اللي بحياة شروتي أنجانا؟ شي مرة فكرتي شو ممكن تكون وحدة مثل فيديكا بأي طريقة عم تفكر بهذا الوقت؟ ابنك سهيل أنقذ حياتها، أنقذها، بلكي هلأ غيرت رأيها وقبلت تتزوج من ابنك سهيل. شو رح نعمل؟ هاي فيديكا كانت رح تتزوج ياش، وهلأ شو بتساوي إذا صارت فيديكا كنتك؟ حلو ماما، في مجال بس تتمني مرة واحدة ابنك يتزوج حب حياته ويعيش كل عمره مبسوط؟ عمتي، انتي كمان تتمني؟ بصراحة لا، انتي لا تتمني، أمنيتك ما بتتحقق. لا، دائماً بتقولي انك الوحيدة اللي بتختاري الشركاء المناسبين للأولاد، مو صح الحكي؟ شوفي، براشي وأنا وشروتي أكبر مثال لخياراتك. طلعي منيح، شوفي نحن متحطمين، ما حدا فينا مبسوط. شو صاير لك؟ ليش عم تحكي هالحكي؟ ماما أنا بس عم أحكي الواقع، مين فينا مبسوط؟ وانتي عمتي حاجة بقى تاخدي قرارات عن كل العيلة، نحن قادرين نلاقي سعادتنا. ياش، أنا بعرف إنه حياتك كمان خربت بسببي، والدافع الوحيد اللي خلاك تجي على هذا البيت ما جاب النتيجة اللي بدك إياها، وفوق هيك كمان خانتك تشاميلي، وكنت رح لوم حالي لو تزوجتها. أنا آسفة، بس هلأ كل شي رح يتغير، رح نعيش مثل ما كنا عايشين من قبل، ما رح نخلي حدا يعرف إنه نحنا مو مخطوبين عن جد. بتمنى لو كنا مخطوبين عن جد فيديكا، لأنه بعد ما بعدت عنك هاي الفترة عرفت أهميتك عندي. بتمنى لو بقدر قلك إني حبيتك من قلبي. ياش، قلي لقيت شي دليل ضد بيملا يساعدك حتى تفضح اللي ساوته فيك؟ أي دليل أو مفتاح تستند عليه؟ لا لسه، بس أنا متأكد إني رح لاقي دليل عن قريب، ووقتها رح أفضحها قدام الكل وما رح أرحمها بنوب. فيديكا؟ إيه ماما. أنت تظاهرت أنك بتحب يا سيد ياش، بس حبك تلاشى لأنك ما قدرت تميز منيح الحب الحقيقي. وحبك أناني ومولدن، أنت خدعتنا وأجبت فيديكا المزيفة، عرضت حياتها وعرضتنا كلنا للخطر. ما حدا بيحط هيك خطة غير الولد وبس. حتى أنت كذاب ياش كومار، أنت كمان غشيت. أنا كرمال فيديكا بعمل كل شي، فهمان؟ أنت شو عملت؟
عم تحاول تخليها تحبك من وراء قصتك المزيفه؟